خلونا نروح لزميلنا فاروق صلاح علشان نطمن على أحدث أخبار بعثة النادي الأهلي من جنوب إفريقيا. ازيك يا فاروق؟ برحب بيك يا كابتننا الكبير كابتن اسلام الشاطر، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وخليني اقول لك في البدايه كابتن اسلام، رسائل حضرتك ورسائل كل جمهور النادي الاهلي اللي بتوصلنا علشان نوصلها للاعيب النادي الاهلي، بتصل للاعيب النادي الاهلي. يعني مش عايز اقول كلمه عشان ما تبقاش تقيله قوي يا كابتن اسلام، الكسره اللي عند اللاعبين يعني اعتقد بتبقى امر صعب جدا. اللعيبه واصل لهم كل هذا الامر، واصل لهم مدى شعور ومدى الحزن اللي عند جماهير النادي الاهلي. كلمه كبيره قوي يا كابتن اسلام لما تقول الكسره والحزن عند اللاعبين، ولكن يعني حاله الدعم والمسانده، ويعني انا رسائل كتير بتجيلي بتقول لي وصل اللعيبه، احنا مالناش غير النادي الاهلي، محدش فيش حاجه بتفرحنا غير النادي الاهلي. يعني اتغلب كسب احنا ورا النادي الاهلي، وصل للعيبه ان احنا مستنيين منهم يفرحونا يوم الجمعه، مش وقت الحساب خالص يا كابتن اسلام زي ما حضرتك قلت. ويعني برضو خلينا برضو من خلال حضرتك، اكيد كلنا عارفين ان لازم هيكون في حساب، واللعيبه نفسها كابتن اسلام وصل لها لهذا الامر، ان عارفين ان هيكون في حساب. ولكن احنا عندنا مباراه مهمه جدا، هي مباراه القطن الكاميروني، اللي ان شاء الله ان شاء الله يا كابتن اسلام اللعيبه اتعهدت يعني ما بينهم ان شاء الله تبقى بدايه زي ما قلنا امبارح، وحضرتك اكدت على هذا الكلام، تكون بدايه في سطر كبير جدا ان هم ازاي يصالحوا جماهير النادي الاهلي. طيب ده مهم جدا، واحنا من النهارده الحقيقه فاروق، وده انا يعني على الاقل في هذا البرنامج احنا لن نتكلم عن ما حدث خلال الفتره السابقه، انا هتكلم عن شيء واحد، يعني لسه حلقه بكره ان شاء الله مش هتكلم غير عن مباراه القطن الحقيقه، وعايز اكسب مباراه القطن وكيفيه ان انا اكسب مباراه القطن، ورساله لكل اللاعبين، احنا بظهركم، احنا واقفين معاكم، وهنفضل دايما واقفين معاكم، لان انتوا بتمثلوا اعظم نادي في الكون، فاحنا هنفضل دايما في ظهركم، هنفضل معاكم لغايه لما ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعود البعثه. وبعد كده ما احنا بعد كده عندنا مباريات دوري، وعندنا مباريات كاس، وعندنا بقيه المباريات الافريقيه، يا عالم ايه اللي هيحصل فيها. وبالتالي لسه بدري، المركب في نص البحر، لسه لما المركب تصل ان شاء الله ساعتها هيكون الكلام مختلف. لكن طمنا على البعثة وطمنا على الأخبار والدنيا ماشية إزاي، وبكرة إيه اللي هيحصل يا فاروق، لغاية يعني أو دلوقتي في الأوقات اللي جاية يعني إيه اللي هيحصل، وبكرة هيحصل إن شاء الله. بالظبط يا كابتن، هو ده اللي احنا محتاجينه، وهو ده اللي محتاجه اللاعبين. اللعيبه وصل لهم كل كلمه حضرتك بتقولها، كل كلمه بتتقال خلال قناه النادي الاهلي، كل كلمه بتتقال من كل اهلاوي واعلام مخلص للنادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي يعني كلام يعني بيتقال وكلنا عارفين هذا الكلام، في ناس كتير جدا بتفرح في هزيمتك اكتر ما بتفرح في انتصارها. اعتقد الامر ده وصل للعيبه النادي الاهلي، حاسين بقيمه، حاسين بقيمه جمهور النادي الاهلي في هذا الوقت، لان احنا اوقات كتير جدا بنعتز بهذه الاوقات يا كابتن اسلام، الاوقات اللي بيبقى فيها فلتره، بتعرف مين فيها المخلص اللي بيحب النادي الاهلي، بيحب كيان النادي الاهلي، بعيدا عن افراد، بعيدا عن اسماء، هو بيحب النادي الاهلي. اذا كلنا مسانده دعم لفريق النادي الاهلي. خليني اقول لك بقى طبعا يا كابتن اسلام، استعداداتنا لمباراه القطن الكاميروني، الفريق النهارده كان اجرى المسحه الطبيه، ودي مسحه طبعا يعني مش من ضمن المسحات اللي كان بيقررها الكاف او الاتحاد الافريقي لكره القدم في المباريات الافريقيه، طبعا هو لغى هذا الامر، ولكن دي مسحه طبيه خاصه بدخول الاراضي الكاميرونيه. طبعا البروتوكول او الاجراءات الاحترازيه في الكاميرون دي يعني بتنص على اجراء مسحه طبيه قبل الدخول الى الاراضي الكاميرونيه. بعثه بالكامل اجرت المسحه الطبيه اليوم في مقر اقامه فريق النادي الاهلي. ثم ايضا يعني الدكتور احمد ابو عبله بدا في اعطاء اللاعبين اقراص الملاريا. حضرتك عارف يعني ان الكاميرون واحده من البلاد اللي بتنتشر فيها الملاريا، لذلك بدا من اليوم تطبيق طبعا اعطاء اللاعبين اقراص الملاريا. ثم بعد يعني اجراء المسحه الطبيه وتناول اللاعبين وجبه الافطار، كان الانطلاق الى ملاعب جامعه بريتوريا، الملاعب اللي النادي الاهلي بيأدي تدريباته عليها. كان التدريب منقسم لشقين يا كابتن اسلام، الشق الاول كان الجانب البدني ومع مستر مارسيل كولر طبعا بتنسيق مع تيتسيان اندويا، فقره استمرت لاكثر من نصف ساعه، ثم الانطلاق الى ملاعب التدريب في ملاعب جامعه بريتوريا. زي ما اكدت مع حضرتك امبارح وانفردنا بهذا الامر، او اكدت لك على سلامه محمد عبد المنعم من خلال برنامج حضرتك ومن خلال قناه النادي الاهلي، بالفعل محمد عبد المنعم النهارده موجود في تدريبات النادي الاهلي، شارك في التدريبات زي ما اكد لنا وطمنا الدكتور احمد ابو
المقابله ان محمد عبد المنعم جاهز ليه مباراه ان شاء الله القطن الكاميروني. ايضا حسين الشحات اللي بيظهر النهارده بصوره اكثر من ممتازه. ايضا خالد عبد الفتاح. امور كتير جدا. التدريب النهارده يا كابتن اسلام برضه عشان اقربك واقرب جماهير النادي الاهلي مختلف كتير جدا، في حماس كبير جدا من اللاعبين. يعني عايز اقول لك مستر مارسيل كولر في كتير من الكرات وقف اللاعبين من الالتحامات من شده الالتحامات، لعيبه كلها بتتعاهد انها في يعني مش كلام بيتقال يا كابتن اسلام، لا ده واقع احنا شفناه في التدريب النهارده، اللعيبه بتتعاهد ان شاء الله انها تقدم مباراه كبيره امام القطن الكاميروني. كتير جدا من اللاعبين النهارده ظهر بشكل مميز، النهارده اطمنا بشكل كبير جدا على عمرو السليه اللي ظهر بصوره اكثر من ممتازه، احمد القندوسي، طاهر محمد، طاهر شريف، كهربا، علي معلول، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعه، مش عايز استثنى احد اللاعبين، محمد مجدي قفشه. يعني امور كتير جدا فنيه اشتغل عليها طبعا مستر مارسيل كولر في هذا التدريب. طبعا بعض الجمل الخططيه اللي اشتغل عليها طبعا مستر مارسيل كولر والكرات الثابته اللي افرض لها وقت كبير جدا النهارده في ختام التدريب بالفريق النادي الاهلي. مجموعه من اللاعبين اللي تقدر تقول كان مخصصها مستر مارسيل كولر للتسديد الضربات الثابته، شفنا بيرستاو وعلي معلول والقندوسي، ايضا طاهر ومحمد هاني، حسين الشحات، محمد مجدي قفشه، كهربا، امور كتير جدا متنوعه النهارده. يعني كان تدريب مكثف، تقدر تقول يا كابتن اسلام ان هو اطول فتره تمرين يعني قضاها فريق النادي الاهلي هنا في بريتوريا في ملاعب جامعه بريتوريا، وقت طويل جدا مستر مارسيل كولر خده مع اللعيبه في يعني الحديث وتنفيذ بعض الامور اللي بيتطلبها ان شاء الله انها تتنافس في يعني مباراه القطن الكاميروني. عقب انتهاء المران طبعا كان يعني الفريق عاد الى مقر اقامه فريق للنادي الاهلي. مستر مارسيل كولر احاديثه واجتماعاته مستمره مع افراد الجهاز الفني والاداري للتنسيق والترتيب لهذه المباراه. اللعيبه يا كابتن اسلام قعدت مع بعض تاني يا كابتن اسلام واتكلموا في امور، اتكلموا ازاي يصالحوا لفريق او جماهير النادي الاهلي، معاهده ما بين اللاعبين ان شاء الله بدايتها ان شاء الله تكون مباراه القطن الكاميروني. عايز برضه اقول لحضرتك للبرنامج بكره باذن الله، طبعا الفريق هيؤدي تدريب اخير هنا في بريتوريا في تمام الساعه 9 صباحا، ثم هيكون التوجه من بريتوريا الى جوهانسبرغ في تمام الساعه 12 ظهرا ان شاء الله هنتوجه الى جوهانسبرغ، ومن ثم طبعا استقلال الطائره من مطار جوهانسبرغ والتوجه الى مطار جروه. رحله الطيران هتستغرق 4 ساعات ونصف، طبعا هيكون وصولنا الى الكاميرون. عايز اقول لك برضو ان الترتيبات والتنسيق مع السفاره المصريه في الكاميرون، الدور الكبير جدا اللي بيقوم بيه الاستاذ طارق قندير رئيس بعثه فريق النادي الاهلي وعضو مجلس الاداره، طبعا بالتنسيق مع الكابتن سمير عادلي والكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن ماهر عبد العزيز والطاقم الاداري اللي موجود معانا في هذه الرحله. تعرف طبعا رحلتين محتاجين مجهود كبير جدا، ولكن يعني في جنود كتير جدا داخل منظومه النادي الاهلي. ان شاء الله نتمنى يا كابتن اسلام ان تكمل الصوره، وباذن الله لعيبه النادي الاهلي تقدم يعني عايز اقولها باللغه العاميه عربون صلح ان شاء الله مع جماهير النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله يا فاروق. النهارده اعتقد خلاص الامور انتهت واليوم خلص ونبدا يوم اخر بكره ان شاء الله، مش كده؟ بالفعل يا كابتن اسلام تقدر تقول يومنا النهارده اللي انتهى. مستر مارسيل كولر اللي منذ قليل كان قاعد في جلسه مع افراد الجهاز الفني للنادي الاهلي، اتفرج طبعا يعني بعد وجبه العشاء على بعض الامور الخاصه بفريق القطن الكاميروني، تحدث طبعا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، الكابتن سامي قمصان، وهيرالدو جامبريلي المدرب العام، ايضا وتيتسيان اندويا وميشيل يانكون. امور كتير جدا مستر مارسيل كولر. خليني برضو يا كابتن اسلام زي ما بقول لك وزي ما كنت بقول لحضرتك ان مستر مارسيل كولر من هذا الامر، مش عايز اننا نفتح تاني صفحه مباراه ماميلودي سان داونز، لكن يعني هو تدريجيا بدا ان خلاص يعني الامور هو مش هقدر اقول لك ان هو نسي مباراه ماميلودي سان داونز يا كابتن اسلام، لن يستطيع احد ان ينسى هذه المباراه او تاثير بالظبط يا كابتن اسلام. انت عارف احنا من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي انا بكلمك بصراحه، مش محتاج ان انا ازوق الكلام او اجمل الكلام، ولا اللعيبه نفسها يا كابتن اسلام هتنسى مباراه ماميلودي سان داونز، اللعيبه متاثره طبعا، ولكن في هدف اهم، في يعني زي ما قلت لحضرتك اللعيبه وصلها اكيد هيكون في حساب، الجهاز الفني اكيد وصل له انه هيكون في حساب، ولكن عندي ما هو اهم زي ما حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، المركب لسه في نص البحر، المركب في عرض البحر، لازم ان شاء الله ان احنا نحقق الانتصار في مباراه القطن الكاميروني. الرسائل اللي بتوصلنا من جماهير النادي الاهلي كتير جدا من الجماهير، وحضرتك دائما انا عارف متواصل مع كل جماهير النادي الاهلي، جماهير بتبعت لنا وحضرتك بتتواصل معانا ان احنا نوصل للاعبين النادي الاهلي كلنا وراكم، احنا بندعمكم بنساندكم مستنيين منكم ان شاء الله البطوله. عايز اقول لك برضو يعني كان
اللاعبين يعني بعد انتهاء المران كان في نفس توقيت اجراء قرعه كاس الرابطه، اللعيبه كانت بتتكلم على مواجهه الاهلي طبعا مع فريق المصري ومشوار النادي الاهلي ازاي في كاس الرابطه. يعني عايز اقول لك ان يا كابتن اسلام اللعيبه بتسال على الماتشات، يعني اللعيبه عايزه لو هتلعب مباراه كل يوم علشان تفرح جمهور النادي الاهلي، واخدين معاهده ما بينهم وما بين بعض ان شاء الله. اتمنى ان ده يتطبق على ارض الواقع، ولعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يكونوا قد العهد وقد الوعد ان شاء الله ان هم يسعدوا جماهير النادي الاهلي. لكن زي ما اكدت لك، اوعى تفتكر يا كابتن اسلام ان اللعيبه او الجهاز الفني نسي مباراه ما بيليدي سان داونز، لكن مستر مارسيل كولر خلاص بدا ان او يقول يعني بعض الامور انها تهدى بالنسبه له شويه من اجل التركيز في مباراه القطن الكاميروني. ولكن مباراه ما بيليدي سان داونز مباراه يعني بالنسبه لمستر مارسيل كولر في اموره كتير جدا مع اللاعبين في حاجات كتير جدا لسه مباراه هيبقى ليها حديث. ولكن خلينا ننتهي من مباراه القطن الكاميروني، ثم زي ما حضرتك قلت لكل حدث حديث باذن الله. كابتن اسلام، لن يستطيع احد ان ينسى هذه المباراه، ولكن الواجب خلال الفتره القادمه بيقول ان احنا لازم نركز على مباراه القطن الكاميروني. وان شاء الله من بكره بقى هنتكلم دائما عن هذه المباراه اللي بالنسبه لنا هي مباراه مهمه جدا. انا بشكرك جدا يا فاروق على تواجدك معنا وعلى كل هذه المعلومات.